بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المصمم الفنان من مدرسة جرافيك مان. النهاردة إن شاء الله هنتعلم دورة جديدة وهي بعنوان دورة برنامج فوتوشوب CS6. أول حاجة نعملها، لو أنت عندك النسخة الويندوز 7، هنخش على ستارت، ومن ستارت هتضغط All Programs ثم أدوبي CS6. ولكن لو عندك ويندوز 8 او 10، هنخش على ستارت ثم All Apps ثم ادوبي فوتوشوب CS6، ونبدأ نضغط عليه عشان البرنامج يشتغل هكذا. طبعا البرنامج بياخد وقت معايا، وهتبدأ دلوقتي تتحرك تفتح الأيقونة الخاصة بأدوبي CS6، وتبدأ تحمل اللافتة الإعلانية دي، ويبدأ الفوتوشوب يحمل الملفات اللازمة للتشغيل هكذا، وباختفائها وبظهور الواجهة الرئيسية هذه للبرنامج احنا كده شغلنا الفوتوشوب. وكمبتدئ للفوتوشوب مهم جدا كلنا نتعرف على الواجهة دي، ونعرف كل جزء فيها عبارة عن ايه. ده هيسهل جدا استخدام الفوتوشوب، ومش الفوتوشوب بس، ده اكيد كل برامج الادوبي مثل الافتر افكت وادوبي الاستليتور وفلاش، كل برامج الادوبي هتبقى سهلة بالنسبة لنا، تمام، لان كلهم تقريبا الواجهة بتاعتهم واحدة. فلو عرفت الفوتوشوب كويس يبقى سهل جدا ان انت تتعامل مع باقي البرامج تعامل واحد، مفيش اي اختلاف ان شاء الله. تعالوا نشوف الواجهة دي تتكون من ايه. واول الواجهة، اول حاجة هنلاقيها وهنلاحظها في الواجهة ان لونها غامق بالشكل ده، بعكس عن الاصدارات السابقة. تمام، شركة أدوبي رأت اللون ده بعد دراسات كثيرة هو أفضل جدا للمصممين، لأن التصميم المفروض هيبقى في المساحة دي، فكل اللي حوالين التصميم هيبقى غامق عشان ما يلفتش النظر، ويبقى تركيز المصمم دايما على التصميم بس. عموما لو انت حبيت الواجهة دي تفتحها أو تغمها، ممكن من شورت كاتس بسيط جدا على الكيبورد. لو ضغطت على شيفت اند اف 2 هكذا، تمام كده بتبدأ تفتح معانا. تمام، بكده ضغطة بتفتح اكتر، كل ما تضغط تاني بتفتح اكتر. تمام، ولو حبيت تعمل العكس تغمقها، يعني هنضغط شيفت واف 1 هكذا. تمام يا جماعة، كده رجعت زي الاول بالظبط، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. يبقى ده بالشورت كاتس ممكن على طول تبدأ تستخدمه. وعلى فكرة الفوتوشوب مليان شورت كاتس، يعني كل الاوامر ممكن نعملها بالكيبورد واحنا شغالين. طبعا هنتعرف على كل الاختصارات عشان دي هتسهل لك الشغل كتير. ولكن الامر ده نفسه اللي انا عملته ممكن اعمله من قائمة ايديت. تمام، من قائمة ايديت اختار براي فرنسز دي، ومن براي فرنسز اختار هتختار هتلاقي انتر فيس. تمام، دي مستويات الالوان عندنا اللي موجودة زي ما حابين نختار بقى ونغير. نختار طبعا وثم نضغط اوكي، او بالشورت كاتس زي ما احنا قلنا في الاول، وان شاء الله تبقى بداية سهلة وبسيطة. ما بتتكون من ايه القايمة دي؟ طبعا كل قايمة من دول
فيهم مجموعة من الأوامر، وكل أمر بينفذ وظيفة معينة. الأوامر دي مرتبطة بمجموعات، يعني مثلا قائمة فايل، تمام، فيها كل الأوامر اللي تخص التعامل مع الفايل، الصورة كفايل، الحفظ أو الاستدعاء والإغلاق. قائمة إيمج، قائمة إيمج تخص كل التعامل مع الألوان بتاعت الصورة وتعديلها، وقائمة سيلكت، تمام، بتاعت أوامر اختيار أجزاء من الصورة وهكذا. طبعا زي ما أنا وريتك في الجزء اللي فات، إن أنا ممكن أنفذ الأمر من قائمة زي قائمة إيديت، ومن إيديت بريفرنسز، تمام، وبنختار انترفيس، ومن خلالها نقدر نغير الألوان بتاعة الواجهة بتاعتنا، تمام، عشان نغير الألوان. أو ممكن أنفذ الأمر بالشورت كات، وهنقول دايما إن شاء الله الأسهل. قبل ما نروح للجزء التاني، هنلاقي حاجة هنا اسمها 3D، تمام. القايمة دي ممكن ما تكونش موجودة عندك. معنى ده ايه؟ معناه ان عدم وجود القايمة دي ان انت بتستخدم الاصدار العادي من الفوتوشوب اللي هو اسمه CS6، ولكن الاصدار اللي احنا بنستخدمه CS6 Extended، يعني معناه يعني ممتد. في اوامر زيادة للتعامل مع الـ3D والفيديو. لو ما لقيتش الاوامر دي عندك، يبقى انت بتستخدم الاصدار العادي. فدور على الإصدار الإكستندد ونزله، لأن فيه أوامر أزيد تخص التعامل مع الـ3D والفيديو. بعد كده هنلاقي الشريط ده اسمه شريط كنترولز، أو شريط التحكم، تمام. أوامر التحكم للشريط ده بتتغير بتغير الأداة اللي أنت بتستخدمها، دي عبارة عن مكملة للأداة اللي أنت بتستخدمها. يعني مثلا لو استخدمت الأداة دي بتلاقي هنا مكملات، تمام. يعني بتختار هنا أي أداة، بتلاقي التكملة بتاعتها موجودة في شريط التحكم، في أداة التحكم أو شريط الكنترول اللي هنا ده، تمام. كمان على الشمال هنا مهم جدا الشريط ده اسمه التول بوكس، أو شريط الأدوات، ده اللي فيه الأدوات الأساسية بتاعة الفوتوشوب. طبعا واحنا شغالين هنعرف استخدامات الأدوات دي ايه، ولكن لاحظ في معظم الأدوات دي هتلاقي مثلث صغير في ركن الأداة. معنى ظهور المثلث ده إن الأداة دي ليها أدوات فرعية بتأدي نفس الوظيفة، ولكن مع اختلافات بسيطة. دي هنتعرف عليها إن شاء الله مع بعض. يعني مثلا دي الأداة بتاعت سيلكت اللي بختار بيها أجزاء. لو ضغطت عليها وطولت إيدي على الماوس، أو ضغطت كليك يمين كده، بيجيلي سيلكت، بقى اختار مربع، دايرة، مستطيل، الى هكذا. يعني انا بس اقصد اقول لك ان معنى ظهور المثلث ده ان في ادوات فرعية داخل الاداة دي، تمام. ولو ضغطت كليك يمين هيجيلي الاداة اللي انا عايز استخدمها هكذا، زي كده، تمام. نيجي للجزء المهم اللي على اليمين ده، هنلاقي حاجة اسمها البانيلز أو اللوحات بتاعة البرنامج. اللوحات دي برضو مجموعة من الأوامر والأدوات اللي أنا ممكن من خلالها أنفذ بعض المهام داخل الفوتوشوب. في مجموعة من اللوحات قدامك أهي، هنا أختار مثلا الكالر،
هنا اللاير اضغط عليه هيبان قدامي، هنا الكلر هنضغط عليه هيظهر لنا على طول، والسويتشز هذا برضه هتضغط عليه هيبين لنا الحاجة اللي جواه، عايز تخفيه اضغط عليه عادي ما فيش مشكلة. هنا ليرات والشانلز وباتس. اوكي يبقى ده باختصار كده الواجهة بتاعة الفوتوشوب. بختار مثلا لو عايز أبين حاجة مش ظاهرة عندي زي الستايل من مثلا، تمام. يبقى عندنا مينيو بار، كنترول بوكس، تول بوكس، بانلز، تمام. نروح بقى للجزء الأوسط اللي هو ده اللي المفروض هتظهر لي فيه الصورة اللي هنتعامل عليها، تمام. قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، البانلز في الفوتوشوب كتير جدا مختفي، بس لو حبيت تظهر حاجة منهم هنخش على قائمة ويندو، تمام، ونختار اللي احنا عايزين نظهره. مثلا أكشنز بيظهر عندي هنا، تمام. كالر بيظهر لي هنا، بخفي كده اي حاجة عليها علامة صح دي اللي باينة عندي في القائمة، الباقي كله مهوش باين. عايز اظهره بضغط عليه زي البروش كده مثلا، كده بيظهر لي، تمام. على فكرة كمان يا جماعة عندي جزئين، جزء اسمه تولز وجزء اسمه اوبشنز. الاوبشنز ده اللي هو شريط التحكم اللي هو اللي هنا ده، والتولز اللي هو شريط الادوات اللي هو هنا ده، تمام. اللوحات دي، تمام، او حتى شريط الادوات او شريط التحكم ده، تمام، ممكن احركهم بالضغط على الشريط الصغير اللي جوه ده او الشريط اللي هنا ده برضو، كده كده بيبدأ يتحرك معايا، برجعه تاني مكانه. اوكي هنا برضو اقدر انقل اللوحات دي كده كده كده، تمام، برجعهم على طول بقى او الغي، عايز ارجعهم برجعهم تاني كده كده. اوكي عندي برضو المجموعة دي كلها ممكن انقلها من مكانها كده، تمام، كده كده، تمام. عايز اشيل دي واكبرها، اشيل دي وادمجها تاني معاها، تمام. عايز انقلها ادخلها تاني جوه، عايز ادمجهم مع بعض هنا بأربعة مع بعض، عايز أشيل دي أدمجهم معاها هنا هتيجي برضو، تمام. عندي صندوق الأدوات ده ممكن أصغره أكبره بالضغط على السهم الصغيرين دول كده، تمام. تمام يعني أنا عايز أخلي شريط الأدوات ده في مكانين اتنين مستطيلين اتنين في خطين اتنين، بدل ما هو كان طويل اخليه حتة صغيرة وباين قدامي كده. مثلا عايز احركه اضغط على الشريط الصغير ده او الخط الصغير ده، احركه كده اجيبه في اليمين هنا مثلا، تمام، وانزل شريط التحكم ده هنا كده. عايز اغير بضغط اعمل اللي انا عايزه،
عايز ادمج دول، بدمج دول مع بعض، وده كمان تمام. عايز اجيب اي حاجة عايز اعملها اعملها، لان بسهولة جدا هنرجعه زي الاول ومتنظم كمان ان شاء الله، وده اللي هنتعلمه دلوقتي. نجيب اللايرز ده ندمجه هنا عادي. نرجعه بقى ازاي زي الاول وبنظام تمام. هنختار على هنخش على قائمة ويندو هنا، وبعدين نختار ورك سبيس تمام، اللي هو يعني معناه الواجهة بتاعتي أو مساحة العمل، ومنها نختار تمام سنشل أو اللي جنبها ديفولت تمام، نختار عليها علامة الصح كده تمام. بعدين نرجع تاني ريست سنشل تمام، السنشل سوري، يعني ايه؟ يعني ارجع العمل بتاعي زي ما كان الاول خالص تمام كده، سهلة وبسيطة جدا. دخلنا على ويندو ورك سبيس، وهنا علامة الصح في السنشل والديفولت تمام، بعدين ريسيت السنشلز تمام، رجع زي الاول بالظبط. اوكي، انا عشان كنت ارجعها ارتبها يدوي زي الاول اكيد كانت هتاخد وقت كبير جدا، ومش هتتنظم زي ما هي متسيفه ومتسيستمه بالشكل ده تمام. بيستخدم الفوتوشوب فئات كتير جدا، مثلا المصورين بيستخدموه في تعديل الصور، والمصممين يستخدموه في تصميم اليوفط والإعلانات والبانرات والشغل بتاعهم، وممكن الرسامين يستخدموه في تعديل الألواح الزيتية والألوان بتاعتهم وكده. طبعا شركة أدوبي عملت لكل فئة منهم شغل وحاجة تخصه تمام. يعني أنا هنا أخش على ويندو ورك سبيس، هنا ده السبيس السنشل ده طبعا يعني هو شامل كل الشغل ده تمام. عايز أشتغل على 3D بس، أضغط هنا يبقى هو هنا فتح لي اللوحة بتاعت الـ3D وشغل الـ3D. مثلا لو فتحت الويندو والورك سبيس والموشن تمام، الجماعة اللي بيشتغلوا في الايموشن ومنتج الفيديو تمام، هنا التايم لاين، وتخش على الايديتنج بتاعه تمام، وهكذا والشغل بتاعهم بقى. يبقى احنا لو فتحنا الويندو والورك سبيس، هنا الـ3D لأصحاب الشغل الـ3D، والموشن بتوع الموشن ايموشن والفيديوهات الجماعة بتوع الفيديوهات، والبينتينج جماعة الرسامين تمام. والفوتوغرافي دول الجماعة المصورين، والتيبو جرافي دول بتوع الطباعة تمام. في طبعا نيو ان سي اس 6 ده، لو عايز تعرف ايه الجديد في البرنامج هنضغط عليه مثلا كده تمام، تضغط على ايمج مثلا، حاجات اللي متعلمة قدامنا دي، ده الحاجة الجديدة اللي في البرنامج. طبعا ده كله مش جديد تمام، بس فيها حاجات من جوه جديدة. اوكي، طبعا هنخش على الويندو من جديد وورك سبيس تاني، بعدين نختار سنشل هذا سنشلز. اوكي تمام، نختار ريسيت السنشلز تاني عشان لو لخبطت في حاجة وانا مش واخد بالي ترجع زي الاول تاني. اوكي تمام، مش بس كده بقى، عندنا برضو
شركة أدوبي عملت لو أنت حابب تعمل واجهة خاصة بيك أنت، مثلا تعمل دي كده ودي كده ودي كده، وناخد الليارات كمان نضيفها مع الستايلز مثلا، تمام. وقولي أنا مش محتاجهم، تمام. عايزين نحفظ مثلا الواجهة دي تكون خاصة لي أنا، هنخش على قائمة ويندو وورك سبيس ونختار نيو ورك سبيس، هنا هنختار بقى الاسم اللي احنا عايزينه، تمام. نعمل سيف، هنخش على ويندو وبعدين ورك سبيس تاني، هنلاقيه ظهر لنا هنا، تمام. انا مثلا جبت ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا كده تاني، عايز ارجع الشاشة ولا الواجهة بتاعتي الخاصة بي انا زي ما كانت. اخش على ويندو وورك سبيس، اخش على ريسيت، اسم بقى اللي انا كنت كاتبه كده، تمام، هترجع زي ما انا كنت عامله بالظبط، تمام. عايز اخش على كله، تبقى سينشلز دي، بعدين ورك سبيس تاني، بعدين ريسيت essentials، تمام كده، تمام كده. رجعت الشاشة والواجهة الرئيسية بتاعتي زي ما كانت عشان نبدأ نشتغل عليها إن شاء الله من بداية الدروس اللي جاية، وأتمنى التوفيق للجميع، ويا رب أتمنى يكون شرحي وافي، وشكرا لكم جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.